الشباب. يا ابو مازن بطيخ يم الشاهد نيالك يلي بتضرب على الرشاش دوس بالخامس ميه دوس بالخامس ميه دوبيب على الشمال وعلى اليمين على الشمال وعلى اليمين جندك يا عش الدبابين خليه علينا دوبيب خليه علينا وعد الله ناخد بالثار يم الشاهد نيالك يا عباس ليش ليش كان لابد لشعبنا الفلسطيني ومقاومتنا أن تصنع شيئا من النصر، وكان هذا النصر في هذا اليوم في هذا الاقتحام الذي حاول الاحتلال كسر المعادلة وقتل المقاتلين أو اعتقالهم في مخيم جنين، فإذا به يقتل في مخيم جنين. اللهم احسن شهادتهم يا رب العالمين، واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الفردوس الأعلى من الجنة. بكل محاولة اقتحام يدفع الاحتلال الثمن. الاحتلال يحاول أن ينتقم من شعبنا الفلسطيني في كل مكان، ويريد أن يتحلل من عقدة معركة مخيم جنين التي هزم بها هزيمة نكراء. اسمع عارف كلها طابر منها ومنها تهتم بتوطيش يعني المحافظات الفائرة والمحافظة في وجه العدو وفي يلي تؤكد على أن حفاظ هذا الجزء كتب الجولة ينزل عليه اسلام بفكر يا علام الموحد 48 بالمناسبة اكيد عارف اللي بيذبح جوان الصحراء تعالي هنجي سلبك من الكل تعالي ها ما اقول لك انا زعيم لعيبه.